تحية لكم مشاهدينا الكرام، ونرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا تشريعية. نخصص هذه الحلقة من البرنامج للحديث حول الإشكاليات السياسية والقانونية للمرحلة الانتقالية. اليوم 23 من يوليو، وهي الذكرى 61 لثورة يوليو المجيدة، ونحن نحتفل بهذه الذكرى وما زلنا في عنفوان ثورة 30 من يونيو. هذه الثورة الشعبية التي احتضنها ورعاها الجيش المصري العظيم. أيضا ما زلنا نعيش أيضا عنفوان ثورة 25 من يناير. ثورة 30 من يونيو بالطبع وضعت خريطة طريق لمستقبل مصر في هذه المرحلة الانتقالية التي نعيشها الآن. والواقع هذه المرحلة بالطبع رغم وجود خريطة الطريق، لكن لابد أن نناقش الإشكالات التي تعيشها مصر في هذه المرحلة، وكيفية العبور بخريطة الطريق وبمصر إلى بر الأمان. هناك أسئلة عديدة تثار في هذا الشأن بكل تأكيد، يشرفنا للرأي والحوار حولها شخصية مصرية كريمة، هي سيادة الفريق حسام خير الله، وكيل أول المخابرات العامة الأسبق والمرشح الرئاسي السابق. برحب بحضرتك وكل سنة وانت طيب يا فندم. طيب يا فندم، إن شاء الله مصر كله بخير. إن شاء الله إن شاء الله يا رب. بنحتفل اليوم بذكرى ثورة 23 يوليو، والحقيقة بيفصلنا أيام كما تعلم عن ثورة 30 من يونيو. كيف تعلق على يعني هذا التوافق ما بين الثورتين وعلى احتفالنا في مصر بثورة 23 من يونيو في هذه الأجواء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا يوبا يعني ما كانش مخطط، هي أكثر منها تعتبر الذكرى السنوية بقى زي ما يكون واحد لعهد مضى. لكن الاقتراب ما تعرفش طبعا فترة الصيف دايما في كثير من الدول فترة أعمال مجيدة، يعني هتبص الولايات المتحدة هتلاقي 14، هتلاقي فرنسا عيد برضو العيد القومي برضو في يوليا. شهر يوليا شهر مميز تقريبا كده في الاقتراب، لكن هي جت طبعا مش يعني مش مخططة. ما فيش شبه شويه ما بين 23 يوليو و 30 يونيو؟ ربما هو الشبه الوحيد ان دي في الصيف ودي في الصيف. لا، في اختلاف، مش في شبه، في اختلاف. 23 يوليو قام بها القوات المسلحه واحتضنها الشعب، اما المره دي اللي قام بها الشعب واحتضنها القوات المسلحه. واحتضنها القوات المسلحه، القوات المسلحه يعني. ودي اللي عشان كده بتنفي اي شبهه الانقلاب او الكلام اللي اتقال على الناحيه العسكريه او انقلاب عسكري ليس له مكان من الصحه، لأن الشعب هو الحقيقة، والجيش ده طبقا للدستور حتى اللي محطوط اللي أبطل ده كان هو مسؤوليته الداخلية كأمن قومي أن يحمي شعبه، فهو أمن إنقاذ الوطن. لكن في الثورتين 23 يوليو و 30 يونيو في 25 يناير الجيش المصري قام بدور رائع. يعني ما هو دي حضرتك احنا برضه بنأكد ان 30 هي امتداد ل 25. اما تقول كده بتنفع عنها ان شبهة موضوع الانقلاب هي استمرار لنفس وليس نقوصا لعودة ما قبل 25 يناير، استمرار لنفس الدور حماية ثورة 25 يناير. لا، ونفس الاهداف والعيش حرية على الأداء الاجتماعية. لان بعض الناس اعتقد ان ده ممكن يبقى في ارتداد، لكن الاوضاع رجعت تاني غير مسموح، يعني احنا عايزين نحقق الاهداف. يعني لا يمكن قراءة ما حدث في 30 يونيو ودور الجيش فيه قراءة منفصلة عن 25 يناير. لا طبعا، هو امتداد ليها بصراحة، امتداد نفس الامتداد. طيب يعني دور الجيش في هذه المرحلة هو وضع خريطة الطريق المؤقتة اللي هي الفترة الانتقالية الستة اشهر، كيف ترى حضرتك؟ والحقيقة خطة الطريق دي زي ما كان أعلن انتخابات الرئاسية بعد 9 أشهر، يبقى خطة الطريق 9 أشهر من 6 أشهر ممتدة. هو الحقيقة أنا كان ليا بس التعليق إن قالوا 6 أشهر، كانت الناس لازم تفهم إن الأولوية عندنا هي عنصر الأمن. الأمن نستطيع أن نشعر به بعد 3-4 أشهر. لكن إحنا عايزين زي ما بيقول بيتقال يعني الأمن حتى النخاع. يعني إيه حضرتك؟ لا يجوز إن بعد 5 أشهر أو 6 أشهر زي ما حصل كده في سيناء اتوبيس، ده كان مستهدف لكن يستهدف اتوبيس سياحه، وحصل في 95 استهدف سياحه. الله اعلم اذا كان هناك صواريخ كتف ضد الطيارات، وبعدين طياره بالتطرف والحسابات الخطا اللي في اذهانهم دي، فده مش مسموح. انت عايز بقى تفضل عمليه الامن تفريض اول، الامن حقيقه للسياحه، حياتك الاستثماري، حياتك العائله تدور مره اخرى. بدون الامن هو ده، دي الارضيه الاساسيه. فانا كنت شايف ان 6 اشهر عشان تعمل فيها كل حاجه بسرعه دي صعب. لا،
ما تتحركش العمليه دي ابدا. فانت عايز حتى يمكن التوقيتات الخاصه بالاستفتاء او الدستور فيها برضه تعجل شديد جدا. يعني حضرتك كنت شايف ان المرحله كان محتاجه تتمد سنه مثلا؟ انا كنت قدمت خط الطريق كنت بقول الفتره الانتقاليه فيها سنه. وكنت بقترح فيها انه في نهايه الشهر طبعا في الاستفتاء كده بعد من اربعة ست اشهر يبقى الاستفتاء اعمل دستور. او احيي دستور 71 يبقى الرئيس القادم هو اللي مسؤول عن الدستور الجديد بقى على رواقه بقى كده. وانه الدعوه للانتخابات الرئاسيه تبقى في نهايه الشهر الثامن عندنا في نهايه 60 يوم ونهايه الشهر 11 يبقى عندنا رئيس جديد يعني. الانتخابات ده طبقا لخطه حضرتك اللي كانت بحيث ان عندنا اخر السنه يبقى عندنا رئيس جديد تنتهي عمل حكومه انتقاليه يبقى في عندك حكومه ثانيه يبقى كان عندنا سنه وما يضرب كله يطرق جوله. طيب يعني اقتراح طب ما هو الوضع الحاصل انه 9 اشهر يعني خالص من المده نفسها اقتربت بعد تمديد موضوع لا وفي لو تلاحظ في الكلام اللي اتقال اكثر قليلا او اقل قليلا اكثر قليلا او اقل قليلا القليلا ده تحسب قد ايه بايام ولا بشهور؟ حسب الظروف لان انت عايز برضه ظروف هل الظروف الامنيه الاوضاع الحاليه الامور تمشي ازاي بالظبط. هل حصل تحسن في الامن رغم انه ما فصلتناش غير 23 يوم عن ثوره 30 يونيو؟ هل بترى انه حصل تحسن شويه في الامن ربما على الاقل امن المواطنين امن التجمعات ولا كيف رايت المساله؟ يعني للاسف اقول لا ما حصلش تحسن في الامن. هو يمكن الامن العام عامه اللي انت بتعاني منه حتى المرور باكثر سيوله لكن انت عندك بقى الجماعه بتعمل ربكه شويه اللي هي حلاوه الروح الفلفصه اللي بتعمل دي ربكه. للاسف الجماعه كمان يعني بتفهم الناس البسطاء بالذات في البلاد بتخدعهم بافكار ليس لها علاقه بالاسلام. يعني مثلا يشاع انه الازهر لاول مره في تاريخه يمنع في اذان العصر. اشمعنى العصر؟ ما تفهمش ده زي ما قيل. ما هو اصل انت ممكن اكنك داخل عشان دايما الشيعه بيبقوا ثلاثه بس. صبح وظهر مع العصر لاذان واحد والمغرب والعشاء اذان واحد. فيبقى مستهدف انه اكنك تشيعت. الشعب بيعملوا كده انا والله ما اعرفش الشعب زي ما اعرفش بس برضه انا اعرف بيعملوا كده في الاختلاف فهو ممكن يحذف كده يعني مثلا يعني بسرعه كده تشيعنا يعني مسافه 23 يوم. هو انت بيقول لك بيضحك على الناس كده بيضحك على الناس كده الاسلام في خطر ان دي هتبقى شيوعيه. مصر طول عمرها دوله مسلمه وهيفضل الازهر مناره الاسلام ليوم الدين. احنا مصر ايماننا كبير جدا. مثلا انا هديك واقع انا مثلا رئيس مجلس اداره نادي معانا محامي بيقول مدير النادي بقى ده بقاله سنين هم الاخوان ما بنتكلمش في السياسه خالص في النادي ما فيش حد لكن هو هنا محامي لا يعني علاقات جوه النادي زي النادي الرياضي واجتماع ما فيش علاقات عشان الحياه تبقى دايما مع الناس. لكن قال له انا ممكن بقى اتاخر هجيب عيلتي واروح رابعة قال لي قال له ممكن اعتقل. طب ما انت بقالك 21 يوم رايح جاي ما حدش كلمك صحيح. لو كان حد عنده هذه النيه كان من ساعتها صحيح. الافكار بيغرزوا افكار لدى الناس غير حقيقيه. طب وده يعني مع كل احترام اكيد محامي بسيط ده في رموز في الجماعه ما تمش القبض عليها حتى الان مش كده ولا انا بقول لك كويس لا الرموز دي فاهمه هي ما هي اللي بتحط الافكار دي لكن ده محامي ورجل بتاع قانون. بالعكس ده كان قالوا له كمان هو كان ليه ملتحي ده حلق دانه باعتبار في تعديل قانون القضاه هيبقى قاضي المحامي شهر هو ده في انهي قانون ده كان في الدستور اللي ده قانون قضاء من نزول السن ل 60 سنه كانوا يطلعوا 3500 قاضي من المحامين فهو حلمه كان من المحامين حلمه. عشان لما نخش على الانتخابات البرلمانيه بقى ان شاء الله اعمل اللي انت عايزه بقى. طب وده لسه شغال ولا يعني توقف وخلاص توقف الان مش قانون لم يناقش ولا تعارض ولا حاجه. طيب يعني اذا يعني عايز افهم من حضرتك رؤيتك لرد فعل الإخوان على ثورة 30 من يونيو كان رد وطني موفق أم كيف رأيته خاصة أنه ما زال هناك نوع من القلق في الشارع المصري نتيجة الاعتصامات الموجودة في رابعة العدوية ويعني محاولاتهم في بعض الأماكن في الجيزة بالأمس في بعض الطرق تعطيل المصالح العامة بحجة إعادة الرئيس المعزول محمد مرسي. شوف حضرتك يعني يا ريتها كانت وقفت على كده لكن اول مره واحد يلاقي الاسلام وحرمه الدم المسلم على المسلم يلاقي المسلمين بيلجأوا للعنف الاخوان بيلجأوا للعنف وقتل وكلام من ده. 9 وفيات امبارح و62 في ناس مقتوله من ظهرها
وبعدين شيء مؤلم. يمشوا مسيرات الاطفال في الاول ثم النساء ثم الرجاله، بيتحملوا بقى الدروع بقى بتاعتهم الستات والرجاله، يعني موقف ما اعرفش مفهوم من ايه، وثم بيكسبوا عداء الناس. وللاسف احنا عايزين لازم نفهم احنا شعب واحد بغض النظر عن القيادات اللي بتحاول تصدرهم لينا دول تحت ده دعاوي غير حقيقيه عشان يحتموا خلفهم. احنا عايزين بلد واحده، ما هو انت مصري وانا مصري، يا ريت الناس تفهم كده. صح، الاخطا هيحاسب، ده حق الناس وحق الدين وحق كل حاجة، الأخطأ يحاسب. لكن ايه نوعية الخطأ اللي مفروض يحاسب عليه؟ اللي لا حضرتك اتفضل. التحريض ده لا عليه، الجول العنف، ما انت بتدفع واحد يرتكب فعل عنيف وانت ورا، ما هو ده مش انت بيجي في التحقيق يقول لك مين ايه الدوافع اللي مثلا ارتكاب الجريمة؟ محرض فلان فلان يبقى شريك ليه؟ ممكن اعتبره رسالة اعلام محرضة بعض القنوات والخلاف؟ اه طبعا تعتبر محرضة حسب المذيع واللي بيقف على المنصه وبيتكلم. هنعمل وهنمزح هنسحقهم وهنعمل فيهم وكلام من ده، هننتصر. كل الدعايه الكاذبه دي علاوه بقى اذا كان لهم في الملفات الفساد و و كل ده هتحاسب يعني عليه. برضو انا عايز اقول الحساب هو حساب طبقا للقانون، دوله محترمه. ايوه القانون، القانون. احنا هذا احنا بقى مش اقل ما غيرنا، دولتنا مدنيه حديثه تحترم القانون، الناس تحترمها عشان يبقى احنا لنا نقدر نشتغل ويبقى لنا منتجين في جو ما يخلقش عدائيات بلا سبب. احنا عايزين نبقى متحدين مع بعض، يعني نرجع للوسطية دي تاني اللي كانت بتجمعنا، نأمل الهداية للجميع، يعني لانه حتى يعني تعرفوا من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقهم حيث لا يحتسب. لو اتخذوا هذا الشعار ولو كلنا اقصروا العملية دي مش هيرجع، يعني العجلة الساعة مش هيرجع ورا، العجلة ما بترجعش ورا ولا الساعة ولا كده، عجلة التاريخ بتمشي قدام دايما دايما باستمرار. طب يعني المفروض يعمل ايه الاخوان دلوقتي اللي موجودين او انصارهم اللي موجودين في الشارع في رابعة العدوية او ربما في غيرها؟ السلوك الوطني القويم من رجل سياسي كبير بحجم مرشح رئاسي سابق زي حضرتك، تقول لهم المفروض يعملوا ايه؟ والله المفروض مش حضرتك يعني كده يعقلوها ويحسبوها، واحنا الباب مفتوح على فكره، اللي عايز يروح بيروح، محدش بيكلمه، محدش اعتقد انه بقول له روح حاجه بالليل اروح اخبط عليها، مفيش كلام من ده، مش هيحصل. هي مشكله يعني المحامي اللي في مع سيادتك ده هي مشكله، مش بتطمنه عليها وتقول له مش هيحصل، هي مشكله القيادات. القيادات على فكره هم الموجودين في الرابعه العاديه لا يزيدون عن 4000 اخوان، والباقي طب بس بعض الجمع بيزيدوا شويه. لا ما دي ناس بقى اصحاب مصلحه، احنا دلوقتي في موسم في بطاله، في ناس ما بتاكلش، ما فيش اكل، في صيف ناس بتاكل وتعيش وتاكل. والله يعني تخيل واحد بياخد 100 جنيه في اليوم، فين هيلاقيهم وانت ناس عندها الدنيا واقفه؟ هيقولوا بيتهموا زي ما كانوا بيقولوا قبل كده بيتهموا الثوار بانهم واخدوا فلوس. لا دول مش ثوار. يعني سميهم بقى معارضين، سميهم اي حاجه، في ادله على ذلك. طبعا في ادله، الناس اتخبط عليهم. انا بكلم وكيل المخابرات العامه، فطبعا سابقا سابقا يعني كلام موزون. في ادله. طبعا اتخبط عليهم. لا اللي يشترك بقى في موضوع العنف بياخده من 500 ل 1000 جنيه اللي بيشترك في العنف. اللي بقى يلم مع ناس وبلوتوف ومش عارف ايه وخرطوش وكلام من ده. فالموضوع ده ما ينفعش، احنا عايزين الناس يعني تعقل. انا بطبع الحقيقه يعني مش، لكن احب الحسم بصراحه. الحسم؟ والحزم. الحزم والحسم الاثنين. ايوه. يعني انا دايما بتكلم عندما الطبيب يعمل جراحه ما بيسيبش الجرح التاني يقفله. يخلص. طب الحزم والحسم دول كان يكونوا ازاي؟ كان من الاول خالص. تقصد من 25 يناير ولا من 30 يوليو؟ من 3 من 3 يوليو. 3 يوليو؟ اشمعنى 3 يوليو؟ ما هو يوم العزل. يوم العزل. خلصت؟ ما خلاص يعني. وانت ممكن تعمل دلوقتي، هو يمكن انا برضو عشان اكون منصفا ليا وللدنيا كلها، انا بتكلم وفقا للمتاح قدام المعطيات. قد تكون الدوله لديها بعض الرؤى مش باينه لنا يعني. مش باينه، ممكن قوي يعني. تبقى مثلا انه حريص انه الدعاوي بتاعه ان هو الانقلاب، لا الشبهه دي مش موجوده وكلام وهكذا يعني. الغريب بقى انه اللي انا ما بحبوش الحقيقه، لانك انت زي ما بترمي حجر في الميه بيعمل دايره. بتوسع توسع بس بتبقى مع اتساعها بتبقى ضعيف بتضعف. لكن الشيء المذهل والغريب ان تيجي تركيا تجند سفاراتها وممثليها خارجيين اكنهم يدافعوا عن الوضع في مصر، يتكلموا عنه باي حق.
بس احنا الخارجيه بتاعتنا وجهت انذار شديد اللهجه لل اي لا لا ده بيخليها السفير بتاع تركيا سفراء وبيتحركوا في الدول الاوروبيه ويتكلموا عكس موقف يكونوا بينتقدك يعني هو طبعا تدخل وكلام من ده وهم مش عارف يعني اذا كانوا بيقولوا اذا كان بيتوك من زجاج فما تحدفش الناس بالطوب هو عنده ازازه جامد قوي لو بس كده فتحنا كلمه الارمن ومذبحه الارمن وهو شديد الحساسيه لا والاكراد لا الارمن مذبحه الارمن اللي كانت 14 15 ما هو برضه في شويه فلش كل شويه مع الاكراد الاكراد معلش الاكراد, الأكراد الامريكان بيلعبوا كانوا الاول ضدهم بعدين يعني الاكراد هم حوالي 22 مليون واخدين جزء من تركيا جنوب تركيا شمال سوريا ولا كردستان في العراق وجزء من ايران ايوه الفكره انه عشان تعمل دوله اكراد هتقطع من كل الدول دي صحيح كلهم ما كانواش راضيين عنها بس تركيا بتتعامل معهم بقسوه بقسوه بالطيران وكل بالطيران بالطيران يعني طيب هو ليه ما حصلش طيب الحزم والحسم مش يمكن كان في ذهن متخذ القرار ما قلته لما قال انه لا اقصاء لاحد وبرضه يعني دول ابناء الوطن واحنا عندنا احنا المصريين يتسموا بالرأفة والرحمه ربما انه ما ارادش يتخذ الحزم يحتاج شده شويه لا بس هقول لك الحزم عشان الناس ساعات بتفهمها ان هو يبقى فيها عنف انا فهمتها كده بصراحه الحزم يعني لازم انا بطبيعي مع في شغلي كان يقولوا عليا يعني كده يعني لكن عمري ما اهنت حد ولا ما كانت لا يعني الحزم الحاس بس تبقى عندك الجديه وتاخد اجراءاتك يعني انت كان ممكن من قبل ما الناس تتجمع في رابعه تتدخل ما تسمحش بالتجمع هقول لك بقى حقوق الانسان وكلام من ده بس اسمعني بس أتفضل. ما هو في انت بتقارن ما بين الشيء ما هم كانوا مجمعين يا سياده الفريق ما هم كانوا موجودين لا لغايه دلوقتي على فكره تيجي في وقت الظهر تلاقي العدد بقى ده العدد بقى اللي صح يعني انت لكن مع ذلك سيبهم سيبهم يعني ممكن هو على البعد الكبير بقى هم بيغلطوا اكتر يعني تزداد انتقاد الشعب ليهم والخسائر بالنسبه لهم اكتر ايوه عشان كده وبعدين بيستنزفوا ماديا ويستنزفوا ماديا هم اللي يستنزفوا هم اللي بيستنزفوا انفسهم يعني انفسهم هو لسه في فلوس مع حد فيهم مش هم جمدوا اموال ال لا ما في عناصر ثانيه من غير ما نجيب سكر اسماء بقى ما فيش انا ما جبلاش اسماء لا انا دايما يعني مواليدهم لا مقطوعه ولا ممنوعه لا ما زال ناس في بتشتغل في السوق اللي عندهم سوبر ماركات وكلام من ده موجود معروفين لكن ما حدش قرب لهم ممكن من تحت بيغزوا بدول بيغزوا طيب يعني كل هذا الذي يقومون به في الشارع وابرزه امبارح البعض بيقول انه كده الاخوان بينتحروا سياسيا في ظل هذه الممارسات الى اي مدى توافق هذه المدى طبعا وانت ما بقول حضرتك كل شويه بتزداد الصعوبه انك انت نقبل الناس يقبلوا يعني اهم حاجه ان الواحد يقيم الامور بصدق مع نفسه يكون صادق مع نفسه هعيد تاني بقى بقولها دي برغم انها مره شويه اتفضل 67 محاضر حدث احنا سميناها نكسه بس هي هزيمه 67 اللي ما جوناش وقفنا تصارحنا مع نفسنا الاسباب والقوه والايه وايه ما جوناش قدرنا نعمل 73 انت عايز اخطات فين هيكله تدريب القيادات تغير كده عشان تقدر تتحمل طول ما انت لو فضلت بتضحك على روحك مش هتقدر تعالج الامور تقصد بمين بيضحك على نفسه بقى هم دلوقتي بيضحكوا على الاخوان لازم يواجه يعني هم لازم يستفيدوا من درس مصر في 67 عارف كان ممكن بدون حاله الاعداء اللي بيعملوها دي كان ممكن مثلا بعد 15 سنه لو اعدلوا مساراتهم بتاع يبقى ممكن يبقى لهم دور تاني كده بيبعدوا المسافه دي قوي عنه يعني لانك انت لما تجيب طفل عنده 12 سنه وتقعد تضربه في الشارع اعتقد ده بيبقى اما يكبر هيبقى عنده عقده ناحيتك مش هيقبلك عايز تقول ان هم كده بيخسروا الانتخابات اللي جايه بيخسروا الانتخابات وبيخسروا الشعور العام الشعور ما هو ما هيخسر الشعور العام هيخسر الانتخابات اللي جايه لا في حاجات كده انت مش هتبقى قابل ودي مشكله بالنسبه لهم ازاي انه يرجع تعاني في النسيج البلد ودي اهم حاجه حكايه بقى التنظيم العالمي هيتضرر بص مصر دايما مناره مصر اول ما ادخلت الاشتراكيه في الشرق الاوسط حتى طلع احمد شوقي قال الاشتراكيون انت امامهم على الرسول عليه الصلاه والسلام لكن الاشتراكيه اللي هي بتاع الستينات بص هتلاقي الجزائر وهتلاقي دول ثانيه وكده ثم الانفتاح هتلاقي الانفتاح بقى في الدول العربيه تقول قصقصه مصر هو ده تاثيرها الخطير يعني من غير ما تتكلم انت تاخد اي سياسات فمؤكد اللي حصل في مصر الايام دي له تاثير على التنظيم كله مش في بس عشان ده هو ده اللي مجننهم
انت القلب اساسا الاخوان المسلمين طلع من مصر اما انتقل بالعالم انت تعطل على ايوه يعطل هتلاقي العمليه ما فيش وبعدين انت كشفته للناس كلها ده في تمرد دلوقتي في تونس في تمرد في السودان يعني حركة عمل يعني ده هيبان اثره في الايام اللي جايه على البلاد على كل البلاد هيبان اثره طيب نستريح مع سيادتك شويه ونشوف تقرير حول تطورات المشهد السياسي في مصر وعود لضيفي الفريق حسام خير الله وكيل اول المخابرات العامه الاسبق المرشح الرئاسي السابق معنا في قضايا تشريعيه لكن بعد هذا التقرير حالة من الجدل تسود الشارع المصري هذه الأيام في أعقاب الثورة الشعبية التي أطاحت بحكم الإخوان الذي استمر عاما وقد دعت مؤسسة الرئاسة إلى جهود للمصالحة لرأب الصدع في المجتمع المصري والتي أودت بحياة عشرات من الجانبين المؤيد والمعارض في خلال أسبوعين وقتل نحو 40 شخصا خلال هذه الفترة في منطقة سيناء المضطربة على الحدود مع إسرائيل وقطاع غزة في هجمات ضد الجيش والشرطة أو أثناء عمليات عسكرية ضد متشددين إسلاميين تزامنا مع الأحداث التي يشهدها الشارع المصري تأتي التعديلات الدستورية لتضع حالة خلاف جديدة بين القوى السياسية حول بعض المواد الدستورية ويأتي ذلك في ظل قرار المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت والخاص بتشكيل لجنة الخبراء المنوطة باقتراح التعديلات على الدستور المعطل دستور عام 2012 وقد بدأت لجنة الخبراء القانونيين المكلفة بصياغة تعديلات الدستور عام 2012 المعطل في تلقي كافة المقترحات والآراء الخاصة بمواد الدستور اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع ووفقا للمادة 29 من الإعلان الدستوري فإن لجنة الخبراء يتعين عليها إعداد مشروع لتعديل الدستور خلال 30 يوما على الأكثر ثم يعرض هذا المشروع على لجنة موسعة تضم 50 شخصا يمثلون كافة فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة على أن يكون من بينهم 10 من الشباب والنساء على الأقل ويتعين على هذه اللجنة إقرار مشروع التعديلات الدستورية خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تلقيها مشروع لجنة الخبراء وتسليمه لرئيس الجمهورية الذي يمنح الإعلان الدستوري 30 يوما كحد أقصى للدعوة إلى استفتاء على تعديل الدستور مرحبا بحضراتكم من جديد بعد ما شفنا التقرير ده بعود الى ضيفي الكريم سياده الفريق حسام خير الله وكيل اول المخابرات العامه الاسبق المرشح الرئاسي السابق مرحبا بحضرتك مجددا الحقيقه يعني النهارده تم القبض على واحد صوروه كده في الفيديو كان بيضرب بالرصاص وتقال ان هو ده من جماعه الاخوان المسلمين انا بس مش دي الحاله اللي انا بصدد اتقبض على ناس كتير في الفتره اللي فاتت منذ قيام رصاص ولا خرطوش لا مش عارف يعني وما قالوا كان معاه سلاح فاتقبض على ناس كتير وحصلت احداث كثيره منذ ثوره الخامس والعشرين من يناير انا بسال حضرتك كوكيل اول المخابرات العامه السابقه لماذا لا يتم الكشف عن هذه الشخصيات وده كان بيعمل كده ليه ولصالح مين احنا بنعرف الخبر وما نعرفش بس بعد كده النتيجه ده كان ليه ومين اللي زقه ومين اللي خلاه يعمل كده ايه تقدير حضرتك للمسائل؟ ليه ما بيتمش الافصاح والاعلان للناس عن المسائل دي؟ وحضرتك من بعض التحقيقات اللي قالوها او كشف عنها ان الناس اللي هي بتقلب 500 و1000 عشان تقبض عليهم بالذات في موضوع رمسيس كوبري رمسيس هتلاقي الناس دي كلها مدفوعه يعني حتى الوشوش والحركه يعني في لا هي لا تبع الجماعه ولا تنضم لها خالص بس زي ما قلت لحضرتك انت بتدي له في حاله بطاله بتدي له قرشين وتقول له اضرب لك طبتين اضرب لك مولوتوف الفرد خطوش طبلك بتاع الامور دي اصلها ما في الموسم دي في امور بلطجه في ناس بتسترزق من البلطجه ده وهم بيستخدموهم للاسف بغض النظر الحقيقه غلط كونك بقى بتضرب او تصيب مصر تاني ازاي انت في حسابك ده انت بتبقى عارف يا اخواني يا مسلمون ان دم المصري على المسلم على المسلم حرام صحيح طب ازاي انت بتضحي هتقول ده جهاد بقى واعتبرت ان هو كفره مين اللي قال كده اذا كنت محرم عليك تعتبر
ان الخصم بتاعك انه تولد عليه تكفره ازاي؟ هل اللي بيحصل في سيناء حضرتك بتعتقد يعني ان الاخوان المسلمين دور فيه ولا دي جماعات التكفيريه اللي بتقول على نفسها جماعات جهاديه هي اللي ورا الكلام ده؟ هي في جهاديه لكن في علاقه ارتباط بينهم، لانهم كانوا يعني انت فتحتهم الباب احتضنتهم في العهد السابق ده. انت قصدك حكم الاخوان المسلمين؟ يعني حكم الاخوان انا لا ما انا فاهم قصدك، بس عايز عشان المشاهد يبقى عارف انت ده يقصد. ايوه يعني انت كاخوان احتضنتهم، يكفي ان الدكتور برتاجي ما يقول في ثانيه واحده اذا رجع مرسي هتوقف الاعمال اللي بتحصل في سيناء. ده اعتراف صريح انك انت بتغذي، انت فتحت الباب اللي يجي عرب افغان في جبل حلال. لو تلاحظ الناس برضو، انا اقبل الناس ما تقلقش. اقعد تاني، كل واحد مصري بيصاب دمه غالي علينا جدا. لكن هندفع ضريبه التحرير بقى، اذا كانت دي تحرير من نظام كان يريد بيبيع ارض البلد ورملها ويفرط في سيادتنا، فده هيبقى تحرير بالظبط. احنا فقدنا 1000 مصري في العبار. لسه فاقدين في الاتوبيس 8 ضباط وحوالي 17 واحد، يعني حادثه. فاذا كان هيبقى الدم ده اللي هيمن نخسره عشان نحارب بلد غالي علينا، لكن علينا ندفع الضريبه راضين. بص حضرتك، لما انت تلاحظ انه العمليات دايما اللي انت بتسمع عنها في سيناء اللي هي شمال الخط الساحلي اللي بيودي الرعيش ورفح، اللي فيها مناطق سكنيه اللي ممكن الناس يختلطوا بالناس، نفق داخل من بيت تحت الارض طلع في بيت تاني فانت مش شايفه، فيطلع فيه جماعات ويقول لك قناص ومش قناص، وان كنت انا شايف يقول لك 100 قناص، دي فيها مبالغه. هي سيناء دي كلها انفاق كده والدنيا هناك يعني، هو الانفاق البعيد عن منطقه عن البيوت دي اتهدمت. لكن في انفاق صغيره بتعدي افراد، بتعدي افراد الغور، ودي اللي بتدفي الاول خالص. لانك انت بيت حفر في بيت وبتطلع في بيت تاني، فمش باين اي اثار ليها. لكن في برضه انا ما اعرفش القوات المسلحه، يعني ما يطلع خبر انه في اشتباك 4 ساعات مع متطرفين. انا بصراحه بحط علامه استفهام. مفترض ان في حاجه اسمها بنسميها احنا احتياطي طائر، طيارتين هليكوبتر مسلحه، حتين هنا طيارتين هنا، بدي الاشاره تطلع تخلص لي القصه دي معايا. ايوه بس هضرب المدنيين، ده فوق اسطح المنازل. لا دي ده رشاش. يعني الرشاش ده ممكن واحد من بندقيه وهو في الطياره يجيب اللي تحت. يجيب اللي تحت؟ لا الموضوع ده اصل دي قصص يعني اللي بيشتغلوا فيها مش صعبه. على كل حال احنا ما نعرفش الملابسات بالظبط. لا يعني لا ده بيتقال. مش هقعد 4 ساعات. نعم. مش ممكن يعني ده سماح انت. وبعدين المشكله ان 4 ساعات ثم هربوا. دي بقى اللي يعني انا بصراحه يعني مش راضي عنها. طيب المساله دي تنتهي في سينا خلال قد ايه؟ حضرتك اقول لك هيكمل تحت بقى. احنا عندنا جنوب الطريق ده منطقه الجلاله الحلادق فيها شغل كتير. فيها قوات صاعقه وقوات مظلات، وطبعا بالتعاون المخابرات المعلومات. عشان كده انت سمعت من 10 ايام مقتل 37 فرد. من حوالي 4 ايام و5 ايام 10. دي بقى عمليات الكهوف والضروب والوديان، المنطقه دي جبليه ممتده، ففيها مع الاباتشي مع الطيارات الهليكوبتر عمال انت شغال فيها. ما نقلقش، خدت شهر، ايه المشكله؟ خدت شهر. انت اهم حاجه انك عازل سينا دلوقتي عن الاربع معابر، قافلهم متحكم فيهم عشان ما حدش يرتد. ما هو المشكله في رد الفعل، المدنيين في العريش وفي رفح بالتاكيد خايفين من رد فعل الجماعات دي. ما انت مش هتخلي حاجه. ورجال الامن، امن الشرطه يعني تحديدا. استحوا الشرطه. هو هي احنا كان عندنا حقيقه يعني هم تقريبا ضربوا واحد كان بيقرا في المصحف. واحد المفروض يرجع عادي، مفيش حاجه. عسكري ملوش ذنب. ملوش ذنب. بيأمن يعني بنك، بيأمن مش عارف مبنى ايه. قناص اصطاد وبيقرا في المصحف. ما هو ده الشعور بقى، ده شعور عدائي. مش ممكن يكون ده مصري وده ولا في قلبه ذره خير ولا خير ولا دين حتى. لا صحيح، يعني واحد بيقرا في المصحف ويضربه مش معقول. ولو حتى لو ما بيقراش في المصحف يعني مع كل احترام طبعا. فهو الوضع ده يعني علينا نتحمل شويه، ما نزهقش، نكون صبورين، لان هي دي موضوع انك انت عايز تنظف سينا، ما مش هتسبح انك تسيب فيها اي بؤر. طب هو احنا يعني برضو البعض بيقول الذين تورطوا في قتل الجنود المصريين
برضه لم يتم الافصاح هي وقتهم. انما احنا عارفينهم وهيتحاسب ما هو حد القوات المسلحه اكيد بالتحقيقات والكلام اللي هي اتفرملت فيها هيتقال هيتقال ده فلان وفلان وفلان وفلان. هو حتى انت عارف الخلاف اللي حصل في موضوع اهرام حبس مرسي 15 يوم تجذيبه اللي تم نفيه كل واحد كل حاجه اللي اعتراض تهدئة الامور امتى لكن هو عايش على فكره قاعد معزز وفي استراحه يعني مفيش تقييد ليه بس ماهوش تليفون. لو هناخد راي الفريق حسام خير الله في الاعتصامات اللي في رابعه ازاي نتعامل مره ثانيه مضطر ارجع لها هو ازاي نتعامل دي انا بتخاف شويه لان شيء كده نتعامل ازاي يعني ازاي تتعامل مع المساله دي باعتبار ان كل مكان لن يعود. لا هو في تركيا انا ممكن نحلها وبدون عسكري حتى في البتاع بس ما بقدرش يعني ما بقدرش علني بصراحه يعني ما تتقالش على الهواء بصراحه يعني لكن وسهله جدا وتمام مع بس شوف في هدف برضو انك بتظهر للعالم مين هم الاخوان. يعني هو بيفضح نفسه زياده عن اللزوم وبيزود احساس العداوه بالنسبه له. ما هم الناس دي برضو اكيد تعبانين والشعب كله تعبان هنفضل كلنا كده تعبانين هنفضل فتره كده بعد العيد مثلا ولا انت إيه؟ عايز الحكومه بقى تخلي عجله الانتاج تشتغل هتلاقي جزء من الناس دي ابتدت تشتغل هتسيب المكان هذا كله خليها الامور تمشي عشان كده بقول بغض النظر وجهه نظرنا ايه في الحكومه وعلينا انتقادات لا مش بالشكل اللي احنا فاكرينه متضخمه عددا وحجما وكلام من ده لكن خليها تتحرك نقبلها دلوقتي ايا كانت تتحرك الامور هتلاقي في تحسن هيحصل وهتفرغ الوضع ده. طيب الفريق اول عبد الفتاح السيسي قال انه لا اقصاء لاحد وقال الاخوان دول اخواننا ونقيم لهم الاحترام وهناك في خريطة الطريق دعوات للمصالحة. الكلام ده فين من أرض الواقع؟ وتأثيره فين بالشارع؟ وإمتى يبان تأثيره في الشارع؟ ما هو اسمح لي حضرتك، أنت كنت دايماً بتنتقد الإخوان على أنهم الاستحواذ والإقصاء. أيوه. مش معقول أغير الوضع عشان أنفذ نفس الطريقة الأسلوب بتاعهم. ما احنا قلنا بقى هما مش إقصاء لحد بس تحاسب من أخطأ والباقي أهلا وسهلا بيه. طيب. يجي معايا جنبي كتفه بكتفه ونبني بلدنا. يعني عايزين نحط بقى الجانب الديني على جنب شويه ملوش ما نعرضوش للاختلاف السياسي بلاش نهيه الدين احنا السياسي احنا بالظبط احنا كلنا مؤمنين ومسلمين وكلام من ده كلنا بنصلي وكلنا بنصوم لا والعلاقه زي ما بقول كل عمل ابن ادم له الا صيام فهو لي وانا اجزي به العلاقه دي بين رب العبد وربه صحيح يعني فما تتدخلش فيها بني ادم في منافقين يعني الناس بتاخدها رياء فخلي المواضيع دي قص على جنب وخلينا نتعامل بقى انت مواطن وانا مواطن واحنا اتنين ايدينا في ايدين بعض نبني كتير بغض النظر احنا مختلفين. طب اسمح لي طب ما انا عندي اخ ليا قبطي صحيح ويده في ايده برضه بندافع عن بلدنا وبن مع بعض وكل حاجه صحيح هتبقى المسلم والمسلم حتى لو اختلف يعني ده اللي هيوصلونا زي ما يقول ده لا ده شافعي ده مالكي ده حنبلي مش هينفع احنا هنفضل كتير بقالنا 3 سنين في الشوارع المتقابله هنفضل او متظاهرات في الشوارع هنفضل كتير كده في الشوارع لا 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 انت هنذهب للمصانع والمدارس والمستشفيات عندما تبدا الحكومه والحقول هتشتغل غصب عننا احنا كمان شارعين ولازم نبقى فاهمين دول عربيه وقفت جنبك بتعاونك بس دي مش معناه العمل الدوله دي لن تتقدم الا بايدين اولادها بالعمل ودي بقى حته ان انا نفسي الناس تعرفها احنا للاسف ما بنشتغلش كما يجب. في ظروفنا دي اذا كنا عملنا 6 ساعات لازم يبقى 8، اذا كان 8 يبقى 10 ساعات. احنا عندنا تحدي لازم ناخده. للاسف تلاحظ ظواهر في مصر اصبح الرغبه في العمل مش موجوده. مفيش كل عايز ينام على ظهره يقرا الجورنال ويتفرج على الفضائيات. يا ريت كده. وياخد فلوس ومرتب قد الدنيا كده. في قطاع قاعد في البيوت في القهاوي وزوجاته بتعمل في البيوت. فين النخوه المصريه بقى والنخوه بتاعت الرجوله وكلام من ده. مفاهيم احنا عايزين الطاقه بتاعتنا تشتغل لانك انت بدون ما تعمل وبجوده انتاج مش هتقدر انتاجك حد يقبله فعشان حد يقبله انت طب هتحسن مستواك المعيشي منين؟ بالمعونات مش هتقدر ما هو مش واحد هيفضلك فاتح لك معاه واللي هيفضل خاضع بقى للناس دي لا مش هينفع هيجي بانك انت تنتج مستوى جيد تبيع يبقى هيجي لك دخل
مستوى المعيشة يرتفع، من غير كده مش هيقدر نحقق حاجة. يتهيالي كده، وصحح لو انا غلطان، الناس ميلها للتظاهر اكبر من ميلها للعمل، وتستسهل التظاهر عن العمل، ويتحمل التظاهر والشمس والتعب في التظاهر والقعده في الميدان على الحجر طول الوقت، ويتعب من القعده في الحجر والبتاع، وسايب الشغل بتاعه وسايب العمل ايا ما كان رزقه. نقنعه ازاي ده؟ معلش حضرتك، الواحد لما بيبرد ساعات ويرقد كم يوم كده، يجي يوقف يلاقي ركبه مش مهزوز شويه، شوية شوية بالعلاج يعني ما لا يدرك كله يدرك كله. معلش، هي حالة بتشترك فيها بقى ثقافة وتعليم ودين، الموضوع العلاج. ولازم الناس لما بتحس انه العائد اكبر من انه يعمل كده هيشتغل، وعايز توعية وتفهم الناس، عايزك تكون صبور شوية. واذا حسوا، بصع يا ولد، كان دايما في القوات المسلحة يقولوا نفس الوحدة هي عساكرها وظبطها، ممكن يكون مستواها متوسط، هي قائد تلاقيها بقت امتياز. الإدارة يستنهض الهمم، القيادة والإدارة والقدوة الحسنة. دي عنصر وشعبنا المصري باعتباره تأثيره أكتر من شعوب تانية، لأن احنا أقدم حكومة مركزية في التاريخ. طيب، فدايما بتلاقي القائد فيها تلاقي تأثير أكتر. الدستور من أهم الإشكاليات التشريعية في المرحلة الانتقالية. حضرتك شايف يعني لجنة الدستور والدستور الجديد يتغير الدستور كله، ولا هيتم إصلاحه الدستور اللي موجود، ولا شايف المسألة؟ وهي أبرز الحاجات اللي حضرتك شايف أنه ممكن إضافتها. أنا عارف أسئلة كثيرة ومركبة، بس عشان الوقت ضاغط للأسف. والله هو الناس كلها كانت أملها أن الدستور 12 ده يعني أكنه ما كانش مواردش عندها. الترقيع بتاعها كانت نفسها في الدستور الجديد، انت بعد التسع مواد اللي عدلتها في الدستور 71 كان ممكن تقضي بالمرحله الانتقاليه دي، ثم تيجي بعد كده تعمل دستور على مهلك وبروقان. والملاحظه الثانيه ان عندنا كبار رجال الفقه الدستوري مش باينين في الصوره. الدكتور ابراهيم درويش، نور فرحات، جابر نصار، مش باينين خالص. انت جبت حتى في التشكيل بتاع عدد القضاه وعدد الجامعه، حتى مين اللي يعني انت بتقول يختار دول مجلس اعلى الجامعه، يختار دول مجلس اعلى القضاء، الله اعلم. مش باين ان عمليه الاختيار دي تمت عن طريق ده. هل انت سالت واحد ولا حصل التصويت عليهم مين اللي ترشح؟ في حاجه بقت انت حاسس كده في التشكيل بقى ده مش كما الناس كانت تستهدف او كان املها. الفقهاء الدستور ده يعني الدكتور ابراهيم درويش شارك في كذا ادوات كذا دستور الدول العربيه، وكان دايما بيقول خمسه الدستور ممكن ما يزيدش عن 25 ماده، احنا اللي هنقعد نرقع فيه ده 200 وافتكر هو 4 متهيألي اكتر شويه او يعني تقريبا يعني لو مش هزيد عن 206 تقريبا يعني الدستور الولايات المتحده 10 مواد. هو انت على فكره ما كل ما تيجي عارف في القران يقول لك لا تسالوا عن شيء تسؤكم، كل ما تنزل في التفاصيل بتخش في التفاصيل انت بتحول القانون مش وليس بالظبط بقى مش لفتره طويله، انت اكنك بتعمله لفتره قصيره. لكن القانون عايز يتعدل كل شويه. هو القانون بيتعدل كل شويه، لكن انت عايزه تسيبه اوسع في المدى بحيث انك انت بيبقى مغطي وتقدر مع الظروف تبقى انت تعدل في قوانين، لكن الدستور عبيته اقوى اكبر كبير جدا. طب واحنا هنرجع نختلف تاني على الشخصيات اللي في اللجنه، ما كل القامات الدستوريه اللي موجوده في البلد يعني كفاءات. ما انا بقول عشان كده. وبعدين ده في ناس يعني مع كل احترام للقامات الدستوريه اللي حضرتك ذكرتها واللي موجوده، في ناس كده يعني وقدموا لنا احنا كاعلاميين في الفتره السابقه يقول لك انا قعدت على النت وجمعت من الدساتير والفت دستور زي الفل، وخذوا النبي ابعتوه ناقشوه عندكم في البرنامج وابعتوا لنا ناقشوا، ودستور ولا احسن دستور في الدنيا. انا فاكر يعني من الشخصيات اللي قلتها قالوا احنا فعلا هتلاقي عندهم مسودات هتطرح يبقى احسن فيها التعديل لاجماع الشعب اللي يتوافق مع بالبيئه المصريه. يعني ليه بقى انت مصمم على 212 على دستور 212 ده الذي تم في ليله وضحاها كده طلع في ليله مش عارف يعني فيها اهداف تبقى الله اعلم، لكن انا دلوقتي مش ميال للتشكيك في الفتره دي. يعني حضرتك عايز ننجز. لا بلاش نخرج من التشكيك ده، خلينا ننجز، خلينا نخط، لان احنا مش عايزين كل ما نمشي وما لا يدرك كله هنقول تاني لا يترك كله. لا يترك كله. يعني حضرتك عايز تقول انه ممكن تقبل بدستور متصلح ولا عايز دستور جديد خالص؟ الناس كلها مش انا بس يعني انا واحد من الناس، لكن الغالبيه دلوقتي اصبح على السطح دايما الناس بتقول عايزين دستور جديد، عايزين دستور يحقق كل الطموحات، ما بقاش في كده في مواضيع برضو. يعني الناس لازم تفهم ان احنا عايزين دستور يتواكب مع العالم، مع الحداثه، مع التطور، مع الفكر. انت مشكلتك من الدستور 12 ده
بالناحية بخصوص الخلافية بقى حول الشريعة والمش عارف ايه دخلك فيها. في لو كنت لجأت ال 71 كنت عديت القصة دي بدون مشاكل. انت برضه حطيت لي مشكلة يحصل عليها خلاف. طب ليه؟ ايه الداعي ليها يعني؟ انت عاملين نقطة خلافية حطوا فيها ليه؟ حتى اللي هي في المادة الأولى حتى. وبعض الناس بيقول انه في مواضيع خاصة سلطات رئيس الجمهورية واسعة. بس ده انا بقول برضه ده اعلان دستوري مؤقت يعني لفتره انتقاليه. فنأمل بقى انه نبقى اللجنه الخمسين ومع ان الوقت ضيق قوي 30 عشان اتفقوا في 30 يوم ضمنهم العيد. ايوه صعب. ايوه عشان تبقى يعني ربنا. هل هيكون عندك انت شخصيا مقترحات هتقدمها الاسبوع ده وفي اسبوع تلقي المقترحات؟ انا كان ليا من السنه اللي فاتت قلت عندي كم حاجه عن ملاحظات على الدستور خاصه يعني بشخصيات بأوضاع معينة تحت سلطات معينة لوجود عنصر ممكن نستخدمه في حال الظروف خارج الجمهورية يعني في حاجات كده علاقته بالأمن القومي كنت بعتهم طلعتها في الجريدة من الجريدة هعيد تاني إرسالة وأوضح إن ده عشان مش صح مصلحة أنية في الموضوع ده لأي احتمال ده من أي من السنة اللي فاتت صدر بكذا ويعني إذا كان محتاج تعديل هقول عليه تعليق ان شاء الله. ما كلنا مفترض كل واحد هيلقي بدلوه هيحاول يساهم في بلده على قدر الامكان. هذا مقترح. طيب حضرتك شايف انه في اشكاليه سياسيه او قانونيه بتواجه هذه المرحله الانتقاليه اكثر من غيرها محتاجه يعني الى اعاده نظر، ولا شايف ان خريطه الطريق حسمت المساله وحددت النقاط تباعا ومفيش اي مشاكل؟ انا افضل الالتزام بها بغض النظر او لا. يعني انت عايز تقطع تنجز توصل، لانك لو فضلت دايما يعني احنا دلوقتي بنمشي عايزين نمشي طولي. عارف حضرتك لو تتحرك على العرض كده هيبقى هتاخد منك وقت طويل ومش هنحل. عايزين ننجز. وبعدين عندك بقى تيجي الفتره بقى لما تخلص الفتره الانتقاليه في انتخابات برلمانيه ويبدا يستطيع البرلمان يقول يعني تتوقع الدستور يخلص خلال قد ايه والانتخابات البرلمانيه تجري امتى؟ هو متحدد انتخابات البرلمانيه 14 14 هنا بقى عشان كده نقطه الامن انا قلقان شويه. تعتقد بس انت قلت ان الامن ما اتحسنش بس في ناس يعني قد تختلف مع حضرتك شايفه ان الامن الى حد ما نسبيا اتحسن. ايوه هذا الشكل العام هتحسن تبيه بعد 3 اشهر يبقى عندك امن. لكن تعتقد خصوصا في الصعيد كده بمنتهى الصراحه هل ممكن مرشح يقدر يتحرك براحته ويعمل مؤتمرات دلوقتي يلاعب يضرب النار؟ لا دلوقتي وحتى مرشحين للرئاسه بعد كده ان ما كانش الامور امنيا هتبقى العمليه عليها كلام. عشان الامن مهم جدا يعني ما بتقول في 4 اشهر عشان يعمل مؤتمرات ويبقى وخصوصا السلاح منتشر جدا في الصعيد انت عايز تلمه. فدي برضه ده وهي دي 3 أو 4 شهور هتسمح بانه يتم استذباب الامر؟ صعب في الصعيد يعني صعب. وصل لايام ساعات بيبقى انه من جزء التفاخر انه الولد اول ما يشب يبقى معاه سلاح. جزء التفاخر. انت عايز يبقى تتم كل الكلام ده. انا فاكر سنه 72 امن المركزي بقى 2000 عسكري لا راحوا يلموا سلاح من عشان العرب والهوارة كانوا في فتره كده كانوا بيربحوا. اما راحوا رسميا جابوا لموا 9 بنادق بس. مفيش تجاوب. لكن عملوا فتحوا مفتاح معين كده استخدموا حاجه كده السلاح اتمنى الاوضه يعني. سياده الفريق اخر كلمه عشان ما عادش وقت والمخرج عمال يقول لي خلاص الوقت خلص. سيادتك متفائل؟ انا بطبع متفائل. بطبع متفائل. عايز طب الشواهد والمنطق والحاجات المطروحه على الارض. لا بص انا دي انا شوف انا بسميه كده دي زي فنجان. عندك فنجان قهوه وممكن يبقى فنجان واسع شويه. احنا فنجاننا واسع شويه بس الزوبعه دي كلها فنجان. لكن الفنجان ثابت. بص والزوبعه هتعدي ولكن الفنجان مصر ثابته وقويه طول من المهم الناس ما تقلقش وتثبت وتحافظ على مكتسبات ثورتها. ما تسيبش الميدان وتحافظ عليه لان هو العمل كله يحاول يخلي قوات مسلحه ضد المعارضين او انصار الرئيس السابق مرسي. هو احنا مش عايزين نسمح بالموضوع ده. الجمهور والجيش بيسانده. نعم. هو في الوسط دايما باستمرار. الجمهور والجيش وليه ملاحظه بس عابره كده ما كان يجب اللي حصل في ميدان التحرير ان يحصل لانه زي ما انت بتامن قصر التحرير كان المفروض هذا الرمز العظيم المصري لميدان التحرير ان نحافظ لا يسمح لاي حد يحاول يدخله. تقصد اللي حصل امبارح؟ اللي حصل امبارح. يعني ده ربما شيء خارج عن المفروض يبقى في تامين اكتر من ما هم سايبين الميادين لتامينها الذاتي حتى ده في ربعه ده الرمز عشان ما يحصلش احتكاك. هي محاوله انه الرمز يعني يستولي عليه. على كل حال ملحوظ حضرتك وصلت
شاء الله يكون في لقاءات قادمة إن شاء الله من الرؤى. ربنا يكرمنا جميعا، ومصر دايما تبقى أفضل وفي أفضل دايما لفوق بإيدين وسواء أهلها إن شاء الله. إن شاء الله رب دايما مصر فوق. أنا بشكر سيادتك شكرا جزيلا سيادة الفريق حسام خير الله وكيل أول المخابرات العامة الأسبق والمرشح الرئاسي السابق، شكرا جزيلا. شكرا لك، وكل سنة والمصريين جميعا بخير إن شاء الله. خير يا فندم إن شاء الله، حتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة من البرنامج. لكم تحيات أسرته وإلى اللقاء.